صاحب السماحة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أصحاب الفخامة والسيادة، أصحاب الفضيلة السيدات والسادة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه في هذا المحور الذي نتحدث فيه عن القومية والشعبية والدين، نقول بأن القومية التي عشنا بعض صورها ومظاهرها في القرون الماضية وفي القرن المنصرم كانت تعني شيئا من التعصب التي تعني الانغلاق وراء أسوار عرقية أو مذهبية، وتعني امتيازا لهذا العرق على غيره من الأعراق، وهي بذلك تحاول تلك القيادات أن تطرح الأمور الشعبوية من أجل أن تحصل على مواقع وعلى مكاسب سياسية، وهي بذلك تزرع الكراهية داخل مجتمعاتها ومع الشعوب الأخرى في العالم. ولذلك يسعون من خلالها إلى تحصيل المكاسب السياسية وزرع الكراهية بين الشعوب وداخل المجتمعات، وهي إعادة لصيغة قديمة كانت في الجاهلية كما كان يعبر عنها الشاعر: وما أنا إلا من غزية إن غوت، وإذا كان لا بد من عصبية فليتعصب إلى مكارم الأخلاق وإلى محاسن الأمور وإلى محامد الأفعال. ولذلك موقف الدين من هذه واضح، من القومية والشعوبية، هو موقف الرفض. ولذلك حتى في الإنجيل المقدس: وإذا سلمتم على إخوانكم فقط فأي فضل تصنعون، أليس العشارون يفعلون أيضا ذلك؟